وقت المشاء في زيارته الاخيره اللي هي نشير الشعال وفي الساقس وبير علي بن خليفه. وقبل ذلك كان جاهز يلحق بنا سي بكار عزوز، ونرجو فتح الكاميرا سي بكار اذا كان كنت جاهز. سي بكار. نعم مرحبا بك. اهلا بك سي بكار، نشكرك. اهلا وسهلا. السياسي حاول افتح الكاميرا. طيب جيد، خليك في الصوره ولا طلع الصوره شوي يعني به نمشوا نسمعوا الان الجزء من كلمه سعيد وراجعين يلا في المباشر. يلا نحن اللي يقول حرب على الفساد دون هواده، ما هو الشعار، وسنواصل هذه الحرب في اي مكان لتطهير البلاد. ومن لنا الاشخاص مهما كانت مكانتهم، الناس كل مساويين امام القانون، كل الناس مساويين امام القانون. وكي يقول نخوض حرب تحرير سنخوضها في كل المجالات، ولن نفرط يا شيخ شعار كما يدبرون مرة التدبير، وهذا واضح في جزء منه في الطريق، جزء كانوا تابع على الشير وجزء اخر مؤمن والزيتون اليابس، كان انتقلت من بلاد الى اخرى، وضع غير طبيعي حتى بالنسبه للملاحظ غير المختص. اقتلاع عدد من اشجار الزيتون حوالي 4000 تم الاقتلاع بتاعها. التلاعب في قيمة الكميات المحاصيل من قبل الخضار والبتات اللي تم كما قلت لك تم التخطيط بها من قبل الوفيات بدون ان اذكر الاسماء. اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حصاد 24. ذكر كان معنا سي عادل الماجري الناشط الحقوقي الدولي عن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، ويلتحق بنا من باريس سي بكار عزوز ناشط مدني وسياسي وكانت عنده تجربة أعتقد في إدارة شير جمنة. سي بكار أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بسي عادل الماجري، نرسل له تحية ولكل المشاهدين. أهلا بك سي بكار وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، شرفتنا سي سعيد. في الشمال سنخوض حرب تحرير، الوضع غير طبيعي، ثم لوبيات، وعلى فكرة بعد ما روح ثم زوز جرارات حرقوا حلوا فيهم قضية جديدة، يمكن عدوا حتى الصور بعد ما روح رغم الشعال والحديث عن لوبيات، ثم زوز جرارات تم حرقهم، الله أعلم شنية اللي صار. حرب التحرير هذه، حرب التحرير التي لا تنتهي، لسعيد كيفاش تبعها وانت عندك تجربة عملية في جمنة؟ شكرا لك الملاحظة ومدخل باهي. قيس سعيد يقول حرب تحرير على حرب الفساد. أتصور أن ما فماش تونسي بعقله وما يوافقش على العنوان اللي هو محاربة الفساد. تونس الكل يلاحظوا أن البلاد فيها الفساد الإداري والمالي وحتى الأخلاقي نجم يقولوا، ولا مستشري كبير الفساد في البلاد، ومحاربته شعار حقيقي وشعار يجب أن يرفعه التونسيون باش نتخلصوا من هذا السرطان. المشكل في الطريقة والمشكل في ما نقولش في النوايا وإنما نقول في الأفعال. قيس سعيد يقول باش نعملوا حرب على الفساد، ولكنه هو يمارس فيه يوميا. مثال وباش نعطي مثال جمنا في الثاني. المثال الأول أن أكبر فساد إداري أن الدولة لا تنفذ أحكام القضاء. ما هو باش نحاربوا الفساد ما يكفيش باش نعملوا أحكام، ما يكفيش باش نعملوا قوانين، ما يكفيش باش الشرطة تبحث. يجب أيضا أن أحكام القضاء يقع إنفاذها من المسؤولين على إنفاذها، والمسؤول على إنفاذ القرارات والأحكام القضائية هي الدولة. نعم. وسي قيس سعيد أول من عطل تنفيذ أحكام القضاء في عديد القضايا، أشهرها القضية المتعلقة بالقضاة. المحكمة في تونس، القضاء التونسي برأ القضاة
وقرر إرجاعهم إلى شغلهم. السي قيس سعيد منع إنفاذ حكم القضاء وبقينا نعم القضاة ينتظر اليوم اللي يسمح به المسؤول عن إنفاذ الأحكام القضائية في تنفيذها. المسؤول عن هذا هو سي قيس سعيد. نفس الشيء في قضية جمنة. قيس سعيد اليوم يستولي، والحق هنا أتوجه إلى أهالي جمنة وتوجه إلى كل من ساند هذا المشروع الرائد اللي كان يكون مثال للتونسيين باش تحسن الأوضاع ونعطي صورة مضيئة على المواطن التونسي اللي يمكن يخدم. مثلا أعضاء جمعية واحد جمنة خدموا من 2011 إلى اليوم بدون ما يتلقوا أي سنتيم. سي قيس سعيد أجبرهم بعنف الدولة أن تتحول، يعني تحول هذا المشروع إلى شركة أهلية تستثمر في المجال السياسي، وتفقد هكذا جمعية جمنة، جمعية حماية واحد جمنة، أو على الأقل مشروع الهمشير الإشعاع متاعه أو صيغته اللي انطلق منها. فمقاومة الفساد شعار معقول وضروري. تم إجبار جمعية جمنة على تحويلها إلى شركة أهلية؟ نعم نعم. اليوم الإجراءات بدأت في تحويل، وأدعو هنا أهالي جمنة، أدعو كل مناصرين هذه التجربة أنهم يكتبوا للجمعية أنهم يدعموها في ويدعموا أهالي جمنة في رفض تحويل هذه الشمعة المضيئة بعد الثورة إلى شركة أهلية تفقد هذا المشروع وتفقد هذه التجربة كل إشعاعها وكل معنى لها. أنتم خسائر سي سمحني سي بكار، أنت كنت في الهيئة المديرة صح؟ لا 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 لا، أنا كنت من المساندين في باريس، وإلى الآن عملنا جمعية صغيرة ماهاش معلنة ماهاش رسمية، ولكن عملنا جمعية لمساندة أهالي جمنة في الخلافات اللي انطلقت مع الدولة التونسية منذ الثورة. الحكومات المتعاقبة لإشكالات قانونية وإدارية متعددة ما استطعتش، وقعت في إشكالات كبيرة مع الدولة وإلى الآن مستمرة. جاء قيس سعيد وادعى أنه سيعطي لأهالي جمنة حقهم، لكن الحق هذا هو افتك الفكرة وقال نحولها إلى شركة أهلية. بطبع ما نش باش مانيش ما عندناش الوقت. جمعية خاسرة ولا رابحة جمعية جمنة؟ الجمعية رابحة، الجمعية رابحة. جزء من الضغط بعث دي كونترولور فيسكو للجمعية، هو نوع من أنواع الضغط. الجمعية ماهيش خاسرة، والجمعية والمشروع باقي يسير في خطى قوية وباهية. جي قيس سعيد، من اللي جي قيس سعيد بدأت المصاعب، مش بدأت الحلول، بدأت المصاعب. قيس سعيد وعد بالحل، والحل كان سهل، أنه يملك الجمعية للهنشير. قلت أحد مساندي قيس سعيد قال لي هذا مخالف للقانون. قلت له قيس سعيد بمرسوم ألغى الدستور، وبمرسوم جاب دستور جديد كاده في على 10 هكتارات، على 300 هكتار يملكهم للجمعية في مشروع وفي برنامج كان يمثل حاجة مضيئة في البلاد. بالتالي نقول أن مقاومة الفساد هو عنوان جيد وعنوان ضروري في بلادنا. نعم. الفساد الإداري والأخلاقي ولكن راه من الثورة هناك آليات وضعت. صحيح فم إشكالات كبيرة قانونية، يظهر لي هناك جمعية أنا يقظ عملت تقرير كبير حول الواقع القانوني، تطبيق المشاريع والقوانين والآليات لمحاربة الفساد والواقع اللي وقع. يعني أنت تخلص إشكالات عديدة سيد بكار أنه محاربة الفساد بالنسبة لسعيد مجرد شعار وعلى أرض الواقع لا يوجد ذلك، هذا تعتقد
اي هذا واضح، هذا لا يحتاج الى دليل. وكما قلت راه قيس سعيد يصيح في التلفزه ومش مهم انت هو جاي مدوسي داير معناها شميز اوراق تحت ايده ويدور من هنشير لهنشير ومن معمل لمعمل، هذه اعمال الخبراء واعمال القضاة اللي نعم. يجب ان يحميهم ويمكنهم من العمل خدمه الشرطه اللي يلزم يعطوها الوسائل التقنيه والماليه والبشريه حتى تقوم بعملها. ماهوش دور رئيس الجمهوريه باش يجي في التلفزه ويثبت كلام. نعم ليس من دور رئيس الجمهوريه، ثم تقطعات سي بكار ليس من